نعم، وكما تشاهدون نحن هنا في متن السفينة التي تحمل المواد الإغاثية، السفينة الإغاثية الإماراتية الرابعة التي وصلت إلى ميناء اللاذقية لدعم المتضررين من الزلزال. حول هذه السفينة ووصولها اليوم يسعدنا أن ينضم إلينا سعادة عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق. سعادتك مساك الله بالخير، ولو تكلمنا عن السفينة الإغاثية الرابعة التي وصلت اليوم. مساكم الله بالخير والعافية. منذ أن أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله توجيهاته السامية إلى قيادة العمليات المشتركة بإطلاق عملية الفارس الشهم 2، لا تزال جهود فريق الفارس الشهم برئاسة السيد علي المنصوري وأعضاء الفريق من الكوادر الإدارية واللوجستية وكذلك كوادر الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي المؤهلة والمدربة للتعامل مع جميع الحالات وفي مختلف الظروف بالتعاون مع الكوادر المميزة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، تقدم يد العون والمساعدة إلى الشعب السوري الشقيق وفق خطة مدروسة وبرامج محددة من أجل مساعدتهم للتعافي من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهورية العربية السورية، وتأكيداً للجهود الإنسانية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفهم إلى جانب إخوانهم من الشعب السوري الشقيق في هذه المحنة. نستقبل اليوم الباخرة الرابعة التي وصلت إلى ميناء اللاذقية محملة بحوالي 2300 طن، أي ما يعادل حمولة 70 طائرة شحن، والمحتوية على مواد إغاثية وإنسانية. كذلك تقوم البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق بتسخير جميع إمكانياتها من أجل إنجاح مهمة الفارس الشهم 2. وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد محافظ اللاذقية وإلى نائبه وإلى جميع أعضاء المحافظة وإلى الهيئات والمؤسسات السورية التي ساندت في تذليل الصعاب والعوائق لإنجاح المهمة الإنسانية لفريق الفارس الشهم 2. نعم، شكرا سعادتك. إذن كما استمعنا من سعادة عبد الحكيم النعيمي، أكثر من 2000 طن جاءت محملة على متن هذه الباخرة لدعم الأشقاء السوريين المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي. عودة لكم في الاستديو. الزميل علي النعماني، شكرا جزيلا لك.